بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وفي أفضل حال يا رب. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن يعني زي ما بنكمل كده الموضوع بتاع الكبسولات اللي احنا بنعملها دي. فخلينا النهاردة نتكلم كده في نقطة بسيطة، اللي هي الحاجة بسيطة كده، اللي هي الاسكس، الاخلاقيات بتاعتنا بتاعت المهنه، ايه الحاجات اللي المفروض نعرفها بصوره بسيطه كده. وبرده زي ما انا بقول لكم، اللي عايز يفهم الحاجه بالتفصيل هتلاقوني شرحها في فيديوهات تانية بالتفصيل. دي برده زي ما انا بقول، دي حاجه كده ايه يعني سريعه، اللي عايز يسمعها في مواصلات، عايز يسمعها في وهو ماشي، يبقى فيديو سريع كده بالنسبه له، ما يبقاش زي الفيديوهات الطويله اللي احنا بنعملها. ففي كده وفي كده، اللي حابب ان هو يسمع ده ويسمع ده. الاسكس المفروض عندنا نعرفه التعريفات في الاول. يعني ايه كلمة بنفنس؟ بنفنس يعني نعمل كل شيء كويس للمريض، يعني نعمل له دو جود، يعني ما نعملهوش حاجة مش كويسة، لازم نعمل له كل شيء كويس، يعني افضل الات، افضل خامات، افضل شغل، اخد الكورسات بتاعتي، اخد الحاجات بتاعتي، المعلومات بتاعتي او المعلومات اللي تأهلني ان انا اشتغل شغل كويس. اللي عكسها النون ميلفنس، او الحاجه التانية النون ميلفنس، ان انا ما ضرش المريض، ما اعملهوش حاجه تضره. في مثال بيجي مشهور كده يقول لك ان انت مفروض بتعمل مدرج يطلع عليه الناس اللي هم المعاقين او اللي عندهم اعاقات او اللي عندهم مشكله فبيمشوا على كرسي متحرك او حاجه. المفروض ان احنا بنعمل لهم مدرج، ده يندرج تحت بند ايه؟ يندرج تحت بند النون ميلفنس، ان احنا ما نضرهوش او ما نعملهوش ضرر. بعد كده التعريف التاني اللي هي الجاستس، اللي هي العدالة، ان كل الناس قدامي سواسية بغض النظر عن اختلاف لونهم، عرقهم، دينهم، جنسهم، كل الناس قدامي سواسية بغض النظر عن اي حاجة. يعني لو جالي مريض من جنسية معينة زي المريض اللي من جنسية تانية، كل الناس قدامي سواء بغض النظر عن اي اعتبار لاي حاجة تانية. بعد كده الحاجة التانية اللي هي الاوتونومي. الاوتونومي يعني الاستقلالية، يعني المريض يقول عايز كذا خلاص، هو الحر، هو اللي مسؤول عن رغبته، وهو اللي مسؤول عن الحاجة المفروض يعملها. اشهر مثال بيجي على النقطة دي ان هو يجي لك ام وبنتها، هي مصممة ان هي تحط حشو كومبوزيت عشان مش عايزة حاجة تظهر على بنتها لون وحش او لون امالجم مثلا، وانت مصمم ان انت تعمل امالجم، هيقول لك كده انت بتكسر ايه او بتكسر قاعدة ايه؟ انت كده بتكسر الاستقلالية او الاوتونومي بتاع المريض. اللي عكس بقى الاوتونومي اللي هي اسمها الباترناليزم، اللي هي الابوية، ان انت يقول لك انت بتحول المريض بدون رغبته او بدون هو عايز، يبقى انت كده بتعمل ايه او بتضر ايه او ايه المشكلة اللي انت بتعملها؟ انت كده بتضر او بتعمل مشكلة في رغبته او ضد رغبته، يبقى انت كده بتاخد له القرارات غصب عنه او من غير ما ترجع له او من غير ما تستشيره، يبقى انت كده بتتبناه، اكنك بتتبناه او اكنك ابوه او اكنك بتتبناه، اللي هي الاوتونومي. بعد كده التعريف برضو المهم اللي هي confidentially، اللي هي السرية، ان المفروض معلومات بيانات المريض سرية. المفروض بيجي سؤال مشهور عليها، وخلوا بالكم ساعات بتيجي confidentially وساعات بتيجي البرايفاسي، يعني بس الconfidentially معنى ادق واقوى واشمل، ادق من الخصوصية. بيجي سؤال مشهور كده ان مريض جالك لعيب كورة مشهور كده، وانت اتصور معاك على اساس ان الصورة تبقى شخصية، تاني يوم لقى الصورة على السوشيال ميديا او لقاها موجودة على كل السوشيال ميديا، بقى انت كده كسرت ايه؟ انت كسرت سرية بيانات المريض او خصوصية بيانات المريض. طيب انا ليا الحق في حاجات معينة ان انا افشي اسرار المريض، اللي هي بيسموها الديسكلوجر، ان احنا لينا الحق ان احنا نفشي. امتى لينا الحق ان احنا نفشي او نعمل افشاء؟ الحالات اللي احنا بنفشي فيها وبنعمل افشاء لبيانات المريض او سرية المريض، لو انا بتناقش في حالة مع دكتور تاني زميل ليا، كوليج يعني زميل ليا، بس خد بالك لازم بنتناقش في مكان العمل او بنتناقش في بيئة العمل، او مش بنتناقش من ناحية ان احنا بنكت او بنهرج. خد بالك من النقطة دي، النقطة دي مهمة، لان جابوها في سؤال قبل كده، قالك ان انت قاعد في الكافيتيريا وبتقول مش عارف ايه وكذا، هل ده كده ليك الحق ان انت تفشي بيانات المريض او سرية المريض؟ لا،
لانك انت كده بتتنضر او فانت كده مش بتتناقش من الناحيه العلميه او من الصوره العلميه، فكده مالكش الحق ان انت تفشي بيانات المريض. يبقى امتى لينا الحق ان احنا نفشي بيانات المريض؟ لو بتناقش مع زميل ليا بس بصوره علميه، لو في خطر على المجتمع او على حد يخص المريض من مرض جنسي مثلا معين، يعني مثلا مريض عنده الايدز وجات زوجته تسالني هو عنده الايدز ولا، انا ليا الحق لان هو هيضرها، هينقل لها المرض، لو عمل معاها حاجه هينقل لها المرض، يبقى لا ليا الحق ساعتها ان انا افشي او اعمل ديسكلوجر لبيانات او سريه المعلومات بتاعه المريض. او مثلا المريض ده مطلوب للعداله او مطلوب جنائيا، فليا الحق برضو المحكمه او الشرطه طالبه بياناته، فليا الحق ان انا افشي بيانات المريض. فدي الحاجات اللي احنا المفروض بنفشي فيها بيانات المريض، او بنفشي فيها السريه، بنعمل ديسكلوجر، بنعمل افشاء للسريه. من ضمن برضو الحاجات اللي هي مهمه اللي هي بيقول لك الفولنتيرينز، الفولنتيرينز دي اللي هي بيسموها الطواعيه، المفروض المريض انا ما اجبرهوش على قرار، ولا انا ولا اي حد من الميديكال فيلد اللي معاه، يعني مثلا ما ينفعش الاسيستنت او الممرضه اللي ماشيه معاه يقول له اعمل كذا ما تعملش كذا، لا لازم ياخد قراره طواعيه يعني بمحض ارادته، من غير اي اجبار من اي حد من الهيلث كير او من الناس اللي موجوده. اهم حاجه برضو في النقطه بتاعت الاسكس اللي هي نقطه الاقرار الطبي، الاقرار الطبي اللي هو الكونسنت، المفروض ان لو حاله طوارئ ما بستناش اقرار من حد، او باخد اقرار من اي حد موجود، ما بستناش اهله، مش لازم اهله، زي مثلا الافالجن، او مثلا مريض شفته اتجرحت وجاي لي عمال ينزل دم، فمش هقول له روح جيب والدك او والدتك عشان نمضي الاقرار او نعمل اقرار طبي، لا خلاص اي حد موجود يمضي او اشتغل وبعدين نشوف موضوع الامضاء، لان والده رايه مش هيغير حاجه، هو مش هيقول لك لا ما تخيطولوش شفته، لا ما ترجعلهوش سنته، لا دي مش محتاجه اقرار او محتاجه ان والده يقول رايه. لكن بيجيب سؤال مثلا تاني يقول لك مثلا بنت جت عندها 14 سنة وجاي عشان تركب تقويم، ناخد منها إقرار طبي؟ لا دي حالة مش طوارئ، مش مهمة، لا لازم ساعتها أهلها يكونوا موجودين. الإقرار البني آدم ما دون ال 18 سنة ما ينفعش يمضي إقرار الطبي. أو مريض عدى ال 18 سنة بس عنده مشكلة عقلية، مريض توحد، أوتيزم، مريض داون، بله مغولي، لا ده حتى لو عدى ال 18 سنة ملوش الحق إن هو يمضي برضه، لازم حد ينوب عنه، او لانه بيتعامل قدام القانون حاجه اسمه فاقد للاهليه، يعني بيتعامل بيتم التعامل معاه ان هو فاقد للاهليه، ما ينفعش يمضي، ما ينفعش يوافق على حاجه، لازم حد هو اللي ينوب عنه في الامضاء او يمضي عنه. برضو بيجيبوا نقطه مهمه ان الاقرار اقوى اقرار طبي هو الاقرار الريتن المكتوب، عشان في انواع من الاقرار، في اقرار اللي هو الشفهية الفيربال، وفي اقرار اللي هو الضمني اللي هو حتى مش شفهية هو ضمنيا، انا اقول له يلا نخلع فهو يهز راسه معناه ان هو وافق، مش لازم يقول اه انا موافق، لا معناه ان هو ضمنيا وافق. فالاقوى والاشد في الاقرار الطبي اللي هو الريتن. وبرضه بيجي نقطة مهمة يقول لك ايه اقل اهمية نكتبه في الاقرار الطبي؟ اللي هو الكوست، التكلفة مش بنكتبها، لكن مهم ان احنا نكتب الريسك، البينيفيتس، التريتمنت بلان، ايه الالترناتيف اللي احنا نعملها. لكن اللي مش مهم اللي هو الكوست او التكلفه. بعد كده من الحاجات برضو اللي هي المهمه عندنا في الاسكس او في الاخلاقيات اللي برضو بيجيبوها الاسئله، يقول لك لو انت حولت دكتور مريض من دكتور لدكتور تاني من غير ما ترجع في رايه، انت كده كسرت ايه؟ انت كده كسرت البينفنس، هو مش محتاج ان هو يتحول، يعني انت مثلا عندك حد في المجمع والدكتور اللي معاك مش شغال كويس، مثلا دكتور بتاع بطنه، فقلت المريض روح اعمل لي تحاليل البطنه دي عشان تمشي دكتور البطنه او تسهل له الحال، لا يبقى انت كده عملت له او كسرت قاعده البينفنس اللي هي تفيده او تعمل له فايده او تعمل له شيء كويس، يعني او اللي هو الدو جود بيقولوا عليها الدو جود. في جزء اللي هو برضو بتاع اللي هو بيسموه سوء الاستغلال او الابيوز، الابيوز عندنا اللي هو سوء الاستغلال بيكون يا اما جسدي يعني فيزيكال، يا مريض جاي مشروط وشه متعور، وشه طفل صغير جاي متعور، يبقى ده كده فيزيكال، جاي
لابس لبس كبير او لبس مش عليه يبقى ده نجلكت اهمال، او جاي سنانه كلها خربانه يبقى ده نجلكت اهمال. وفي الايموشنال اللي هو العاطفي اللي هو تلاقيه بيبكي بيعيط مش مظبوط مش متزن، واللي هو اخر حاجه اللي هو السكشوال اللي هو الاعتداءات الجنسيه. دي برضو كانت نقطه مهمه. برضو في سؤال بيجي بالنقطه بتاعت الابيوز دي، ممكن يجي يقول لك ايه، يقول لك في مريض جالك ووالده بيقول ان هو وقع طاح على اسنانه وانت شكيت ان هو متعرض لسوء استغلال او متعرض لابيوز، ايه اللي خلاك تشك في كده؟ السؤال ده جه في امتحان قريب من فتره قريبه، فيقول لك يقول لك الاجابات هل عشان والده كبير، هل عشان مش عارف كذا، هل عشان كذا. لا، هتلاقي يقول لك اجابه يقول لك ان القصه اللي والده بيحكيها مش مترابطه مش متناسقه مش قادر تدخلها في دماغك. يعني هو مثلا بيقول لك ايه ده وقع من على السلم ومش عارف ايه، وانت تلاقي الخبطه هنا او الخبطه هنا او الخبطه هنا، لا وقع على السلم هو مش هيقع كده، يعني مش هو بجنب وشه، فتلاقي القصه مش مترابطه او القصه مش منطقيه، فيقول لك ده كده انت هتشك ان هو والده هو اللي ضربه او هو اللي عوره. فدي برضو نقطه مهمه. دي تقريبا كانت معظم الحاجات بتاعت الاسكس. برضو زي ما انا بقول لكم هتلاقوا الموضوع مشروح بالتفصيل في فيديوهات تانية، ابقوا ارجعوا لها لو حد عايز يشوف بالتفصيل. دي بس ايه كبسولة سريعة كده لأهم النقاط اللي نركز عليها، وانا هعمل لكم كل يوم كده حاجة كبسولة سريعة في كل حاجة، وهعمل برضو الفيديوهات اللي هي بتتشرح بالتفصيل اللي هي بتكون طويلة. ما تبخلوش علينا، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، اكتبوا لنا كومنت حلو كده، واللي حابب يحضر معانا اللايف زي ما انا بقول يكلمني، هسيب رقمي تحت الفيديو عشان اللي حابب يكلمنا عشان يحضر معانا اللايف يكون اهلا وسهلا ليه. الحمد لله النتائج مبهرة في الشهور اللي فاتت في الامتحانات، الحمد لله اللهم لك الحمد، واحنا ماشيين كويس مع الناس. واي حد يحتاج مننا اي حاجة، عايزين نشرح اي حاجة، يكتب لنا في الكومنتات وان شاء الله نشرحها ونحاول نوضحها بالتفصيل. أشوفكم في فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.